هل يستطيع الإنسان أن يرى الناس أحياء على الأرض؟ 3 دقائق يوضح. هل يستطيع الإنسان رؤية أشخاص ما زالوا أحياء على الأرض وقت الوفاة؟ يتعلق هذا السؤال بما يسمى شركة القديسين. من المعروف أننا عندما نكون على الأرض من النادر أن نتلقى زيارات من أشخاص من العالم الآخر، وبالتالي يقال في كثير من الأحيان أن هناك حاجزا لا يمكن التغلب عليه. في الواقع إنه ليس سالكا إلى هذا الحد، وليس من غير المألوف أن يتم مساعدة شخص في حالة محنة عميقة، سواء في حلم أو في ظهور شخص من السماء. نحن نعلم أن السيد المسيح نفسه أثناء وجوده على الأرض قد ساعده ملاك أثناء معاناته في بستان الزيتون. في ساعة الموت، عندما يجب أن يحدث الفعل الأسمى لكل حياة بشرية، أود أن أقول إن الروح في خطر، وهناك ستختار إلى الأبد في مواجهة المسيح ومواجهة لوسيفر. الأشخاص الموجودون على الأرض والذين يصلون من أجلها، على سبيل المثال في ساعة الدفن، حيث يتم تقديم قداس لروح المتوفى، يمكن أحياناً إحياء هؤلاء الأشخاص بواسطة المسيح وملائكته الذي يواجه حكمه. أود أن أقول أنه من الضروري أن نفهم أن السماء تضع العبوة لتجعل الروح تتخذ القرار الصحيح، وبالتالي إذا كان الشخص الموجود على الأرض في حالة مطاهر أسوأ، لأنه لا يعرف حتى ما إذا كان كل هذا صحيحاً، هي في نقية الإيمان. إذا صلى شخص في هذه الحالة من أجل من يحتضر، فيمكنه أن يمسه بعمق، ويؤثر عليه للأبد، ويظهر له مقدار الحب الموجود. عندما تحدث القديس توما الأكويني عن الجنازات، قال إنها مفيدة بشكل أساسي للأحياء، من أجل مواساتهم، لوضع بلسم على رحيل من كان عزيزاً. في الواقع، يمكننا الآن أن نقول إنها مفيدة أيضاً للأموات، وأن هناك حقاً صلاة يجب أن توجه له بشدة في هذا الوقت، وأن هذه الصلاة أهم من الصلاة من أجل الموتى. النفوس في المطاهر، الذين يتبعون الدينونة الأخيرة، منذ أن اختاروا، هم مقدسون. سوف يذهبون إلى الجنة أثناء مرورهم بالموت، في السماء الثالثة، في مواجهة ظهور المسيح، هناك كل إمكانية الاختيار السيء الممكن.